بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين، ان شاء الله تكونوا بخير يا رب وباحسن حال. احنا دلوقتي هنتكلم عن حاله كده بسيطه. انت عندك جدار رخام اهو زي ما احنا شايفين، ده ترافنتينو، وبعد كده بعد الجدار في جنبه جدار تاني دهانات زي ما احنا شايفين. طيب فرق بقى او النقطه الواصله او الركنه الفاصله ما بين الدهان وبين الترافنتينو. طبعا المهندس هنا عمل حل اللي هو حط 10 سنتي ترافنتينو، يعني كمل الجدار ده الترافنتينو كامل، وبعد كده قام دخل على الجدار الدهانات حته كده 10 سنتي ترافنتينو بحيث تقفل مع الجدار، بحيث الزاويه دي انا اموتها كامل. شطف الجزء ده تمام، وشطف الجزء ده، وبدا بعد كده ثبتها عادي بالغيره بحيث يكون دي موت نقطه التقاء الدهانات مع الترافنتينو. طبعا كان في اشكال تانية تقدر تعملها، اللي هي بتسميها مثلا الكركبونه، اللي تكون مثلا في هنا زي زاويه سنتي في سنتي تكون باينه احسن من الـ 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 زي ما بيقولوا اللي هي الحته اللي موتها دي في الركن. وهنا برضو نفس الطريقه، ما انت ما عندكش حل غير انك تشطفها وتلزقها بالغيره، انما هنا كان ممكن تعملها بشكل برضو احسن، وبرضو دي الشطفه دي مش وحشه. فدي كانت احدى الطرق اللي استخدمها المهندس لتواصل او لالغاء او لانهاء نقطه التقاء مادتين مختلفتين من الحجر ومن الدهانات. برضو نفس الليله في المكان ده، نفس برضو الليله دي، بس انا برضو وجهه نظري لو كان ال 10 سم دي زادت شويه او كانت بلاطه كامله كان بقى شكلها اشيك. يعني هو هنا عاملها 10 سم طبعا طبقا لرؤيه المصمم والمالك والاونر والكلام ده، بس لو عملها بلاطه كامله او بعرض 30 او زود عرضها كانت بقت اشيك شويه، عشان حتى ما يبانش فيها العيوب، او طبعا لان دي حاجه طبيعيه الرخام طبيعي فما يبانش فيها اي مشاكل فيما يخص قص الرخام. فان شاء الله تكونوا يعني استفدتوا من الجزء ده، ولو عندك مادتين مختلفين تقدر تعملهم بالتشطيب ده. والسلام عليكم ورحمة الله.